إمارة كريت الإسلامية. وكريت هي أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية، وحاول المسلمون فتحها عدة مرات. في العام 203 هجرية حدث تمرد ضد صاحب الأندلس الحكم هشام أمير قرطبة، اشترك فيه سكان ضاحية الربضة، فتم إخماد التمرد ونفيهم خارج الأندلس. استقر بعضهم في المغرب وشكل حوالي 10,000 منهم جماعة القراصنة البحرية بقيادة أبي حفص البلوطي، نزلوا مدينة الإسكندرية وسيطروا عليها حتى عام 212 هجرية، ثم طردهم القائد العباسي عبد الله بن طاهر الخراساني، فارتحلوا إلى جزيرة كريت. وبمجرد استقرارهم في الجزيرة هاجمهم البيزنطيون عدة مرات، لكنهم تمكنوا من صد تلك الهجمات، واستطاع أبو حفص بسط سيطرته في الجزيرة ونصب نفسه حاكما عاما عليها، وتمتع باستقلالية كاملة، وإن خطب بتبعية إسمية للخلافة العباسية. وسع أبو حفص إمارته وتمكن من احتلال جزر سيكلادس، إلا أن البيزنطيين بقيادة أوليفاس استرجعوا الجزر دون أن يتمكنوا من دخول كريت. حاول البيزنطيون التحالف مع حاكم الأندلس عبد الرحمن الثاني لمهاجمة الجزيرة، لكنه لم يقدم على خطوات عملية لذلك. عاشت الجزيرة ازدهاراً كبيراً خلال الحكم الإسلامي، ونشطت فيها الزراعة والتجارة والحركة الملاحية البحرية، وتوالى على حكمها 11 أميراً من سلالة أبي حفص. بقي الوجود العربي في الجزيرة مصدر قلق وتهديد للبيزنطيين، إلى أن شن القائد نقفور فوكس حملة هائلة وتمكن من هزيمة آخر أمرائها النعمان بن عبد العزيز، وبذلك انتهت الإمارة الإسلامية في جزيرة كريت بعد أن حكمت قرابة 135 عاما.